انا ارى ان المسيحيين اذكياء جدا، عايزين يدخل الجنه بكل سهوله وبكل اريحيه، لا سجود ولا ركوع، فقط قعود على الكراسي في الكنيسه ومعلقين الاصنام الصليبيه على اعناقهم. فما هو الفرق بين الكنيسه والسينما؟ ارجوك جاوبني على سؤالي. طيب على فكرة يعني هذا الشيء أنت بتتكلم عن خلفيات حضارية، والمرة اللي فاتت أنا قلت لك أنه أنا كنت في بلد وكان الاجتماع أحبائي من خلفية إسلامية، كان في عدد كبير وكلياتنا كنا قاعدين على حصيري وعلى مساند على الأرض. إذا الغرب بيقعد على كرسي طبعا إحنا رسالة المسيح مش عايشين مثلا شو كانوا بيعملوا من 2000 سنة، لا رسالة المسيح الفحوة الروح اللي بتغير الإنسان مش من جوا. الله مش بيطلع على إنسان بيقعد على كرسي ولا على طاولة ولا بيقعد على الأرض، بيطلع على القلب من جوا. ما هو الفرق بين الكنيسة والسينما؟ نعم، ما هو الفرق بين الكنيسة والسينما؟ الفرق بين الكنيسة، الكنيسة هي مكان العبادة، جماعة المؤمنين اللي بيحبوا الرب وبيصلوا بيعبدوا الله، والسينما مكان للأفلام مشاهدة الأفلام. طلع أخوي عبد الله، أنا جاوبتك المرة اللي فاتت، أنا جاوبتك المرة اللي فاتت ورجعت. أنت لا ترى بعينك، أنا أرى، أنا مسلم. طلع في كتير مسلمين اليوم يعني. لا خليني أحكي لك كمان، في سينمات كتيرة اتغيرت وكانت من، وفي أماكن دعارة تغيرت وصارت أماكن للعبادة، قوة المسيح بتغير في أماكن كتير، معابد وثنية تغيرت وصارت مكان للعبادة. أخوي عبد الله اسمعني، الفكرة مش بالكرسي ولا المكان ولا حبيبي أنت عم تتكلم، لا معناته في ناس بتقعد، في ناس بتصلي وهي ركبها على الأرض، وفي ناس بتصلي أكثر من 5 مرات، فالمقياس مش هذا، لأنه في ناس كتير بتصلي أكثر من هيك وبتقعد وبتجلس وبتركع وبتنحني للأرض، مش هذا الفرق. الله بيطلع على القلب، فما هو قلبك؟ هل أنت قلبك مثلا بس مجرد أنك بتدين الآخرين، ولا أنت تفحص قلبك كيف الله بينظر إليك؟ أخوي عبد الله أنا بنصحك فعلا أنه تقول له يا رب يعني ابحث قلبي وخليني فعلا يعني آتي إليك، يكون عبادة حقيقية لشخصك.